طب امبارح برضو الوزير كلمني على ان المواطنين اللي مش بيحبوا ياخدوا عيش وبياخدوا دقيق 10 كيلو كانوا بياخدوها ب7.5 دلوقتي هياخدوها ب30 جنيه في الشهر. الرقم كبير يعني، ده مش نفس ارتفاع الرقم حتى بتاع العيش. انا ممكن نحسبها لحضرتك بطريقه بسيطه. ال 150 رغيف لما كانوا بيضربوا في 5 قروش كانت بتطلع 7.5، دلوقتي ال 150 رغيف هنضربها في 20 قرش هيطلع 30 جنيه، وبالتالي هنا رفعنا القيمه للرغيف من 5 سعر ل 20 قرش، وبالتالي رفعنا قيمه الدقيق ال 10 كيلو للفرد الواحد على البطاقه ب 30 جنيه فمعنى كده حضرتك ان نفس الارتفاع اللي تم في الخبز هو المناظر ليه في الدقيق، وهنا المواطن بنرغبه اذا كان في منطقه فيها مستودعات دقيق ياخد حصته شهريا من الخبز او من الدقيق، والفرد الواحد ليه 10 كيلو عبوه على مدار الشهر سعرها 30 جنيه، هتلاقي حضرتك نفس الحسبه ونفس التكلفه وعدد المستودعات اللي موجود. هي متركزه في محافظات زي الصعيد، يعني هنا فيها 1623 مستودع، سوهاج فيها في حدود 1700 مستودع، جنوب سيناء فيها حوالي 10 مستودعات، ودي معظم محافظات الصعيد اللي حابب ان هو ياخد الدقيق ويخبزه في البيت او ياخده مكانه عيش نفس التكلفه. اخر سؤال، الكروت اللي اتكلم عنها الوزير امبارح، كارت الخبز، الكروت اللي هي زي بري بيد كاردز دي، قال ان هو يعني ان شاء الله تتطبق قبل اول 7، هل في تفاصيل اكتر؟ التفاصيل الاكتر ان احنا بنعكف حاليا على دراسه كيفيه اصدار الكارت واماكن الحصول عليه وتكلفته وتكلفه الرغيف، وده بالاتفاق مع الشعبه العامه للمخابز، وزي ما وضح سياده الوزير ان هذا الملف بيدرس ويتم عرضه ان شاء الله في شهر 7 على دوله رئيس مجلس الوزراء، واذا تم اقراره هيستفيد منه اكثر من 9 مليون مواطن خارج منظومه التموين او ليس لديهم بطاقات تموينيه وهيصرفوه من المخابز البلديه بجنيه وربع الرغيف، مظبوط؟ السعر الحر غير المدعم. غير المدعم بجنيه وربع، مظبوط كده؟ مظبوط حضرتك. شكرا استاذ احمد كمال، معاون وزير التموين والمتحدث باسم الوزاره.